أطلقت المديرية العامة لبريد الجزائر استشارة وطنية متعلقة بإنجاز تصاميم الطوابع البريدية والأظرفة الطوابعية. للحديث عن هذا الموضوع تحضر معنا في البلاتو السيدة سهام بوعزارة مديرة الطوابع البريدية ببريد الجزائر. صباح الخير سيدتي، وشكرا على قبول وتلبية دعوة برنامج هذا الصباح. أهلا، صباح الخير أستاذة، وشكرا لكم على الدعوة. العفو. إذن كما أسلفت الذكر، المديرية العامة لبريد الجزائر أعلنت عن استشارة وطنية متعلقة بإنجاز تصاميم الطوابع البريدية. ما هي تفاصيل هذه الاستشارة ولمن هي موجهة؟ موجهة، نعم. إذن كما أسلفت الذكر، مؤسسة بريد الجزائر أطلقت هذه الاستشارة، وهي عبارة عن مسابقة وطنية موجهة إلى فئة الفنانين التشكيليين عبر الوطن، حتى يتسنى لنا الخروج بتصاميم برنامج الطوابع البريدية لهذه السنة. طيب، ما هي سيدتي المواضيع المعنية بعملية التصميم؟ نعم، مديرية بريد الجزائر أطلقت هذه المسابقة، والمسابقة موجودة على البوابة الإلكترونية لبريد الجزائر. فيها 14 موضوع، هي مواضيع مختلفة، يتسنى للناس التي تريد أن تشارك في هذه المسابقة الاطلاع عن كثب عن هذه المواضيع. كما قلت لك، المواضيع متنوعة، تمس التراث، تمس الرياضة، تمس التاريخ، تمس الإنجازات، تمس عدة مواضيع. لذا فالفنانين راحين يلقوا بطريقة أو بأخرى، راحين يلقوا أنفسهم ويلقوا الأشياء اللي هم يريدون تجسيدها عن طريق هذه التصاميم. نعم السيدة، نعم سيدتي، هذه المسابقة بما أنها مسابقة أكيد تخضع لشروط. صحيح، لابد أن السادة والسيدات اللي حابين يشاركوا أنهم يلتزموا بالشروط المسطرة في هذه المسابقة. شروط مختلفة، وشروط أيضا ما راهيش عديدة، وإنما حتى نضمن ربما، نعم، حتى يتسنى لبعض الفنانين للتعرف عليها. نعم، من نذكر لك على سبيل المثال، من بين هذه الشروط أن التصميم لابد أن يكون على ورقة بيضاء من ذات الحجم الأكاتر. لابد أن التصميم يكون من وحي ومن فكر الفنان بحد ذاته. أنا نحذرهم كذلك من عمليات البلاجيا، أنه يأخذ رسم ويعاود يجسد عليه ويقول وينسب ليه الأمر. فأنا نعاود ندائي للفنانين اللي راهم حابين يشاركوا أنهم يدخلوا للموقع ويطلعوا عن كثب على هذه الشروط. طيب سيدة بوعزارة، ماذا عن عدد المشاركات ربما المسموح بها؟ هل يمكن المشاركة بأكثر من عمل ربما؟ صحيح، احنا ما حددناش يعني عدد المشاركات، إلا فيهم يشاركوا بموضوع، يشاركوا باثنين بثلاثة، ولما لا، ممكن لهم أيضا أنه في نفس الموضوع يبعثونا مشاركتين أو ثلاثة. لأنه بعد ما تجينا التصاميم تاعهم، راح تكون فيه لجنة تقنية وفنية هي اللي راح تكون مسؤولة عن تقييم هذه التصاميم. سنصل إلى اللجنة سيدة بوعزارة. التصاميم يجب أن تكون باللغة العربية بطبيعة الحال. التصاميم هي عبارة عن رسم، رسومات. نعم، ولكن ربما بعض الطوابع تحوي كتابات. لا، هذه الكتابات هي راح تكون موضوع الذي يتناوله الطابع البريدي. اللغتين العربية والأمازيغية احنا اللي نضيفوهم في الموضوع تاع الطابع. يعني الفنان التشكيلي معني بالرسم فقط وليس كل الطابع. طابع البريد هو عبارة عن رسم. نعم، ولكن أحيانا ترافقه بعض الكتابات على الجانب،
هذه الكتابات هي عنوان، العنوان الذي يتحدث عنه الطابع. ممكن احنا ساعات في الطوابع البريدية نستعين بأشخاص خطاطين حتى هما اللي يكتبون، وهذا ما أردت الوصول إليه. نستعين بخطاطين هما اللي يكتبون، احنا نسموهم المصطلح سي لي ليجوند، يعني العبارات التي تفسر الموضوع، هذا الطابع، موضوع الطابع البريدي. نعم، ممكن يكون خطاط، ممكن احنا نحطوها، احنا كمديرية نحطوها على أطراف الطابع البريدي. طيب كيف يتم إرسال هذه المشاركات وما هو التاريخ المحدد لنهاية الأنشطة؟ نعم، وفي بداية الأمر احنا حطيناها ابتداء من 16 جانفي، كانت موجودة على موقعنا الإلكتروني، الإعلان كان موجود من 16 جانفي إلى 15 فيفي، لكن حتى نسمح للجميع أنه يشارك في هذه المسابقة مددنا هذه المدة وصارت إلى غاية يوم 24 فيفري. أنا من إذا سمحتي لي من هذا المنبر تفضل. نوجه ندائي الفنانين المتواجدين عبر التراب الوطني الموجودين في داخل، يعني في داخل الوطن اللي بعاد على العاصمة، أنهم يطلعوا على هذه المسابقة، يطلعوا على هذه المواضيع ويشاركوا ويعرفونا بأعمالهم، لأنه موجودين وهم كثر. هؤلاء الفنانين اللي ما زال ما لحقناش صوتهم وما زال ما لحقتناش أعمالهم. نعم، بعد تسلم الأظرفة الخاصة أو قبل ذلك، هذه التصاميم عند إرسالها أكيد أنها ترفق بملف، هل يمكن الاطلاع على هذا الملف؟ نعم، هو لابد أن الظرف اللي راح يوجهوه لنا يكون فيه الاسم، اللقب أكيد، يكون فيه رقم الهاتف، يكون فيه الموضوع الذي شارك فيه الفنان، ويحطها في ظرف مغلق موجه للمسابقة، يكتب عليه أنه هذا الظرف موجه للمسابقة الوطنية، ويبعث على العنوان الموجود في ضمن الإعلان اللي هو 4 شارع نهج كريم بالقاسم، الجزائر العاصمة، مديرية الطابع البريدي والطوابعية. طيب السيدة أبو عزارة، أشرتم قبل قليل إلى لجنة التحكيم، بما أنها مسابقة أكيد أنها تضم أو تضم لجنة تحكيم، هذه اللجنة كيف تختار أولا؟ نعم، اللجنة هذه هي لابد لها أن تكون لجنة مختصة، لابد أن يكون فيها الأعضاء يكونوا ناس يعني عارفين، مش هنقول لك خبايا، وإنما التقنيات، التقنيات التي لابد أن تنفذ بها هذه التصاميم. راح يكونوا معنا فنانين تشكيليين، أوكي، يعني ممكن يكون حتى أساتذة. هذا عن أعضاء اللجنة. نعم، أساتذة عندنا كذلك من جانب الوزارة، من المديرية، ناس اللي متعودين ويعرفوا الطابع البريدي عن كثب وخصوصيات الطابع البريدي. نعم، ونحن على أبواب الألعاب البحر الأبيض المتوسط، أكيد أنكم فكرتم في هذا الموضوع. احنا تمهيدا لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي ستحتضنها ولاية وهران، تمهيدا لهذه الألعاب أدرجنا في البرنامج إصدار راح يتكلم على مدينة وهران، تراث مدينة وهران، هذه كتمهيد. بعدين أدرجنا كذلك إصدار خاص بهذه الألعاب، أوكي، حتى نروج للمنطقة ونروج لتراثنا ونروج للعادات والتقاليد الموجودة في المنطقة. يعني في برنامج خاص بهذه التظاهرة. نعم نعم، فيه برنامج، هو جاء على إصدارين اثنين، الإصدار الأول يتكلم على التراث الوهراني، راح تكون فيه لباس الوهراني الخاص بالنساء والرجال، آلة موسيقية اللي هي عفوا على الصوت، إذا الآلة الموسيقية القلال اللي تعرف بها المنطقة الغرب الجزائري، ومسجد وهران الكبير. أما الإصدار الثاني راح يتكلم مباشرة على
الألعاب البحر الأبيض المتوسط، راح يكون فيه الألعاب بحد ذاتها، يعني لي ديسيبلين اللي راح تكون في هذه الدورة. سيدة أبو عزارة، هل تم تحديد هذه المعايير ربما على مستوى موقع بريد الجزائر، وكيف تم الإعلان عن هذه المسابقة؟ نعم، أنا قلت لك في المضمون المسابقة لما راح يدخلوا راح يلقوا كل هذه التفاصيل. المضمون متوفر على مستوى نعم الموقع. نعم، www.post.dz يدخلوا راح يتوجهوا لهذه المسابقة، يلقاوها موجودة على المنصة، ويدخلوا يلقاو فيها كل التفاصيل المتعلقة بهذه المسابقة. إذا سمحتي لي هنا نفتح قوس من ضمن المواضيع الموجودة، المواضيع الهامة الموجودة في البرنامج الطوابعي لهذه السنة، احتفالية 60 بذكرى الاستقلال، هو موضوع هام جدا، راح يتناول وراح يركز مباشرة على 60 سنة من الإنجازات. إذن هذا موضوع أيضا مهم، فيه كرة القدم، يعني كأس العالم اللي راح تكون على الأبواب. نعم، شهر ديسمبر. أكيد نتمنى إن شاء الله التوفيق للفريق الوطني إن شاء الله. تكون كذلك هذه طبعا نخصها بطابع بريدي، يعني مجالات متنوعة. نعم، أرى ألعاب البحر الأبيض المتوسط. نعم، عيد الاستقلال أو عيدي الاستقلال والشباب، مجالات مختلفة. الفنان التشكيلي مدعو لتصميم طوابع بريدية وأظرفة أيضا. نعم، هنا نضيف أنه الطابع البريدي لما يخرج للعنان طابع البريدي، هو لابد أن يكون مرفوق بأشياء ثانية، يعني طابع البريد عندنا كذلك ظرف اليوم الأول للإصدار، وهذا أيضا موجود في المسابقة. ظرف اليوم الأول للإصدار هو تكون فيه رسم، يعني ستان ديتاي، يعني تفصيل، يعني جزء مفصل من الموضوع ككل. لابد أن يكون ظرف اليوم الأول للإصدار يتحدث عن جزئية من هذا الطابع البريدي، وكذلك فيه ختم اليوم الأول للإصدار، وفيه كذلك البطاقة الفنية. البطاقة الفنية هي التي تحدث الإنسان الذي يقتني هذا الطابع البريدي، تحدثه عن موضوع الطابع البريدي ولماذا هذا الطابع البريدي. هذه النشرية الخاصة تكون في 4 لغات، اللغة العربية والأمازيغية الإنجليزية والفرنسية. نعم، وهذا للتعريف أكثر بموضوع الطابع البريدي. نعم. نعم، ربما تصميم الأظرفة يخضع أيضا لمعايير أخرى غير تلك التي يخضع عليها لها الطوابع تخضع لها الطوابع البريدية. لا، هي نفس المعايير. نعم، نفس المعايير، لأنه احنا بعد ما يجينا التصميم احنا رايحين نكيفوه على حسب الشيء اللي رايحين نستعملوه فيه، سواء راح يكون طابع بريدي كبير، اما الاظرفه راح تكون قلت لك جزئيه صغيره، رايحين حنا نعاودوا نكيفوها عندنا في الاداره، ونعاودوا بالانفوغرافيا نشتغلوا عليها ونغيروها، وحتظهر في حله جميله بحول الله. نفهم من كلامك سيدة أبو عزارة انه يمكن ان تخضع هذه التصاميم لتعديلات، يعني أن الملكية في نهاية المطاف تعود لمؤسسة بريد الجزائر. هو بمجرد أنه هذا التصميم راح سوف يفوز، نقولها بهذه الطريقة، يعني راح يفوز بهذه المسابقة ويتحصل على الميزة أنه راح هو اللي راح يكون طابع البريدي، احنا تولي الملكية، تصبح الملكية تابعة لبريد الجزائر، احنا عندنا حرية التصرف في هذا التصميم. نعم، ممكن نغيروا له في شكله ونضيفوا عليه او ننحوا منه اشياء وهكذا. طيب، لكل مسابقة طبعا جائزة، كيف سيكافأ افضل تصميم؟ نعم، هي جائزة راح تكون جائزة مالية مقابل مالي، لكن الجائزة الأكبر من هذا المبلغ المالي هذا هو أنه اسم الشخص اللي يفوز بالتصميم راح يكون على طابع البريدي، والطابع هذا محفز. نعم، طابع أنه اسمك يطلع على طابع بريدي وبعدين يجوب العالم ويسافر عبر العالم باسمك، هذا يعني شيء
يزيد في الفنان. بدأتم في استقبال بعض التصاميم ربما أو ليس بعد؟ ليس بعد، ليس بعد، خاصة أنه زدنا لهم المهلة، فأكيد راح يأخذوا كل وقتهم ويتفننوا في هذه التصاميم. تتوقعون مشاركات قياسية ربما؟ إن شاء الله بإذن الله. العام اللي فات أيضا كانت عندنا نفس التجربة، تلقينا عدة تصاميم وخرجت للعلن وظهرت على شكل طوابع بريدية جميلة جدا. يعني المسابقة ليست الأولى من نوعها، في مسابقات سبقتها ربما. ما هي أهم التصاميم التي أفرزتها هذه المسابقات السابقة؟ تصاميم جميلة جدا. مثلا السنة اللي فاتت كنا عملنا سلسلة طوابع بريدية خصصناها لشهداء الثورة، وهذا الموضوع بالذات كان ضمن البرنامج اللي تطرح في المسابقة، وجاتنا يعني تصاميم جميلة جدا، وتعرفنا من خلالها على فنانين ما كناش نعرفوهم من قبل، لأنه طابع البريدي الجزائري يتسم أنه دائما يتعامل مع فنانين كبار. منذ انطلاق ومنذ إصدار أول طابع بريدي في 1962 إلى غاية يومنا هذا، طابع البريد الجزائري كان دائما يصممه فنانين كبار، فاحنا في استمرار إن شاء الله نداوم على هذه التقاليد. هو تقليد يعني بالنسبة للطابع البريدي، هو معتاد على هذا الشيء، وهذا حتى نرفعه من مستواه ويكون عنده هذيك الصورة الجميلة اللي يظهر بها في المحافل الدولية. شاركنا بطوابعنا البريدية في عدة محافل دولية وتحصلنا على عدة جوائز، وكنا من بين الأوائل عالميا. بحديثكم عن هذه المشاركات في معارض أظن تقام بالخصوص، لو نتحدث في هذه النقطة سيدة أبو عزارة. وكما قلت لك، احنا بصفتنا نمثل مؤسسة بريد الجزائر كانت لنا عدة مشاركات في عدة محافل دولية. شاركنا في جمهورية الصين في المعرض العالمي هناك، شاركنا في المعارض العربية للطوابع البريدية، شاركنا فيها كلها مسابقات. كانت لنا تجربة أيضا خلال مسابقة دارتها جامعة الدول العربية، وتحصلت الجزائر على المرتبة الأولى في هذه المسابقة، وتصميم الجزائري هو اللي تعمم في جميع الدول العربية، واصدر هذاك الطابع البريدي في كل الدول العربية وهو تصميم جزائري. التعريف بالجزائر أيضا يكون عن طريق الطوابع البريدية. صحيح، هو طابع البريد يحكي يعني بإخلاص، يحكي على تاريخنا، يحكي على ثقافتنا، يحكي على موروثنا، يحكي على الرجال، رجال ونساء هذا الوطن، يحكي على إنجازات، يحكي عدة مواضيع يتناولها الطابع البريدي ويحكيها يعني بإخلاص. حتى أن فيه أشخاص يلون أهمية لجمع الطوابع. نعم. البريدية. نعم، في عندنا فئة كبيرة من هواة جمع الطوابع البريدية، وهما دايما يعني هما اللي ورانا ويدفعوا فينا ويشجعونا أنه ما تناولتوش الموضوع الفلاني، فيه حدث هام ما تطرقتوش ليه، لا كنا حابين أنه هذا الإصدار يكون بهذه الطريقة، فإحنا دائما نحاولوا نرضيهم. وصحيح أنه إرضاء الناس غاية لا تدرك، لكن نحاول مجهودنا ونبذل مجهودنا أنه على الأقل نكون عند حسن ظنهم. يعني أنكم تستقبلون في بعض الأحيان اقتراحات حتى المواطن. صحيح، يعني راح تلقاي في الموضوع في البرنامج هذا السنة فيه ثدييات بحرية. هذا الموضوع بالذات كان جانا من عند هاوي، هو اللي اقترح علينا هذا الموضوع، وهو حتى اللي جاب لنا الصور تاع هذا الدلفين الازرق والابيض، وجاب لنا حتى البطاقه الفنيه المعلومات المتعلقه بهذا الموضوع. سيدة ابو عزاره، ربما هل لديكم عدد الطوابع البريديه التي تم اصدارها مؤخرا او على الاقل خلال الفتره الاخيره؟ شوفي، احنا بريد الجزائر والطابع البريدي الجزائري حاضر في كل المناسبات من 1962 الى غايه يومنا هذا، ازيد من 1700 طابع بريدي.
لو نحدثك على المواضيع اللي تناولها طابع القمش حنخلصوا في 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 يمكن نتحدث الى بعضها ربما. نعم. والاشاره الى بعضها. انا شخصيا من اجمل الطوابع اللي انجزناها وتحدثنا عليها كانت سلسله الطوابع البريديه، قلت لك المتعلقه بشهداء الثوره، كانت اول مره طابع البريد الجزائري يتناول هذه الشخصيات، وصدرت على مرحلتين سنه 2018 و2019، سلسلتين من الطوابع البريدية تتحدث على شهداء الثورة. فيه أيضا المواقع الأثرية، فيه عدة مواضيع. أنا من هذا المنبر سيدتي نحثك أنك تدخلي لهذا المجال، رايحة تتعرفي على الجزائر بكل يعني مرآة، راح تكون مرآة واضحة أمام عينيك. ربما سيدة أبو عزارة، هل في موقع خاص لجمع كل هذه الطوابع وعرضها عبر المواقع الإلكترونية للتعريف بها والمساهمة في انتشارها بطريقة أو بأخرى، خاصة ونحن نعرف أن هذه الطوابع البريدية تباع على مستوى مؤسسات بريد الجزائر؟ نعم، هي صحيح الطوابع البريدية موجهة قلت لك للفئة هذه، طوابع البريدية موجهة خاصة لهواة جمع الطوابع، ممكن أنهم يقتنيوا هذه الطوابع البريدية في القباضات، في مكاتب البريد، يعني باش نسهلوا الكلمة، في مكاتب البريد يروحوا يلقاو هذه الطوابع البريدية تباع. في موقعنا الإلكتروني موقع بريد الجزائر فيه أيضا نافذة تتحدث عن هذه الإصدارات، ومؤخرا بمناسبة اليوم العالمي للبريد اللي كان في 9 أكتوبر 2021 تم إطلاق منصة إلكترونية لبيع الطوابع البريدية. هذه المنصة تابعة لبريد الجزائر، وإحنا في المديرية نستقبل كل الطلبات اللي تجينا من عند الناس الكل، ونرسل لهم الطوابع البريدية والأظرفة، وفيه أيضا عدة أشياء أخرى تباع على هذا الموقع بما فيها ألبوم، الألبوم الذي نحط فيه الطوابع البريدية، وندعو الناس المشاهد الكريم أنه يدخل أيضا إلى هذا الموقع وحتى يتعرف عن كثب عن الأشياء اللي راهي موجودة في هذه المنصة الإلكترونية. حتى أن ثقافة الطوابع البيئية أو هذه الطوابع البيئية تساهم في الثقافة وانتشار أو التعريف بكل ما يتعلق بالتراث وتاريخ المنطقة. صحيح، طابع البريد هو سفير أي دولة ما، احنا هو سفير للجزائر، هو رمز من رموز السيادة الوطنية، لأنه يحمل على أطرافه عبارة الجزائر، يحمل في كثير من المرات العلم الوطني، فإذا هو رمز من رموز السيادة الوطنية، يروج لثقافتنا كما قلت لك، ويروج لكل تفاصيل التي مر بها هذا الشعب الجزائري. طيب سيدة أبو عزارة، ربما سؤال يراودني الآن، كيف يتم اقتناء وهل توجد الطوابع التي تم إصدارها منذ مدة، هل يمكن اقتناؤها الآن أم أن للطوابع البريدية فترة ربما معينة؟ ما تقولي ليش أنك لست على دراية، أنت أكيد والله لا لا أنت أكيد تكوني عندك حاجة، يعني أكيد تعرفي الجانب هذا، لأنه يعني عندي رغبة ربما في اقتناء بعض الطوابع البريدية. صحيح. التي تعود إلى الماضي ربما القريب. صحيح. أو إلى الثورة التحريرية أو بعد الاستقلال، كل هذه الطوابع ربما تساعد في ثقافة المواطن كما قلت، والترويج أيضا، وهي ذكرى جميلة أيضا. صحيح. عند جمعها. أكيد أنك كنت لما كنت صغيرة كنت تجمعي طوابع البريدية، ولو ما كنتيش تجمعيها ما كنتيش تعرفي هذه المعلومة. صحيح أنه طابع البريدي عنده فترة، أوكي، فترة يعيش فيها وفترة يتم تداوله فيها، ومن بعد الشاطر هو اللي يشرى الاول، اللي يجي مع الاخير ما يقدرش، يعني تعود عمله نادره. نعم، عمله نادره، وهذه هي خاصيه الطابع البريدي. علاش الهواة يتسارعوا بمجرد انه يخرج الطابع البريدي، يتسارعوا الى مكاتب البريد باش يشريوها؟ ما فيش مزاد علني. ممكن فكره، ممكن اعطيتينا فكره. شكرا جزيلا لك يا سيده ابو عزاره على كل هذه التفاصيل، نتمنى مشاركه واسعه من طرف الفئة
الفنانين التشكيليين الجزائريين في هذه المسابقة والارتقاء بعالم الطوابع، لما لا؟ إن شاء الله. شكرا جزيلا سيدتي، شكرا. شكرا.